بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي طلاب مدارس المناهج الأهلية الصف الثالث المتوسط في درس جديد من دروس التعلم عن بعد في مادة العلوم. اليوم إن شاء الله مراجعة الفصل 11 في صفحة 159. لدي خريطة مفاهيم بيقول لي إن الكهرباء عندي فيها بندرسها من خلال شيئين، الدوائر الكهربائية والتيار الكهربائي. هنجري إن الدوائر الكهربائية بتوصل يا إما على التوالي أو توصل على التوازي. في الدوائر الكهربائية بنربط بين الجهد والتيار والمقاومة من خلال قانون أوم. التيار الكهربائي هنجد أن التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية يعتمد على فرق الجهد. أما التيار الكهربائي هو عبارة عن يتسبب بسبب حركة الشحنات اللي بنسميها المجال الكهربائي. التيار في الدوائر الكهربائية يعتمد على المقاومة بالزيادة أو النقصان. في صفحة 160 بيقول أجب على الأسئلة التالية، يعني اكتب المصطلح العلمي. ما المقصود بتدفق الشحنة الكهربائية التيار الكهربائي؟ 2. ما العلاقة التي تربط بين الجهد والتيار والمقاومة في دائرة كهربائية؟ قانون أوم. قلنا الكلام ده. 3. ما المواد التي تتحرك فيها الإلكترونات بسهولة؟ يقصد هنا المواد الموصلة أو ما يقال عنها الموصلة. 4. ما اسم المسار المغلق الذي يمر فيه التيار الكهربائي، طبعا الدائرة الكهربائية. 5. ما الدوائر التي تحتوي على أكثر من مسار؟ قلنا دي الدوائر التي يتم فيها التوصيل على التوازي. أما الدوائر، سؤال رقم 6، ما الدوائر التي تحتوي على مسار واحد؟ هي دوائر التوصيل على التوازي. السؤال 7، اختار المتعدد، بيقول اختر رمز الإجابة الصحيحة. القوى المتبادلة بين الإلكترونين، الإلكترونين طبعا شحنتهم متشابهة، فبإن شحنتهم متشابهة يبقى القوى بينهم أو العلاقة القوى المتبادلة بينهم قوة تنافر، لأن في تشابه في الشحنات. سؤال رقم 8، الخاصية التي تزداد في سلك عندما تقل مساحة المقطع يبقى المقاومة، لأن المقاومة تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع، تقل مساحة المقطع تزداد الإيه؟ المقاومة. طيب السؤال 9 بيقول استخدم الرسم الإجابة على السؤال 9، بيقول كيف تتغير المقاومة الكهربائية إذا انخفضت القدرة من 2500 واط إلى 500 واط؟ تعال نشوف، عندما كانت القدرة الكهربائية بمقدار 2500 واط، ها كانت هنا بكام؟ تقريبا كانت المقاومة تقريبا عند الصفر. طيب عندما أصبحت 500 واط كانت المقاومة عند كام؟ عند 20 هنا. فنقدر نحسب بقى كم وحدة؟ 1 2 3 4، يبقى ازدادت المقاومة بمقدار كام؟ تزداد المقاومة بمقدار 4 مرات. السؤال 10 يقول يحدث التفريغ الكهربائي نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية عبر سلك موصل ولا مصباح كهربائي ولا الهواء أو الفراغ ولا قطبي بطارية؟ يبقى الهواء أو الفراغ. ننتقل بعد ذلك إلى مراجعة الفصل 12 في صفحة 188. السؤال الأول بيقول استخدم المفردات التالية أو وضح العلاقة بين كل مفهومين متقابلين. طبعا العلاقة بتشمل تشابه أو اختلاف. السؤال الأول بيقول العلاقة بين مورد الكهرباء والمحول الكهربائي. ينتج المورد الكهربائي تيارا كهربائيا، اما المحول يغير مقدار هذا الايه؟ هذا الجهد الكهربائي الناتج، يا اما بيرفع هذا الجهد يا اما بيخفض هذا الايه؟ الجهد. السؤال الثاني، العلاقه بين القوى المغناطيسيه والمجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي هو الحيز الذي تؤثر فيه القوى المغناطيسيه لمغناطيس ما. السؤال الثالث بيقول وضح العلاقه بين التيار المتردد والتيار المستمر، طبعا الاثنين مختلفين عن بعض. التيار المتردد يغير اتجاهه باستمرار، اما التيار المستمر فهو ثابت الاتجاه لا يغير اتجاهه، كل منهما عكس الايه؟ الاخر. السؤال الرابع بيقول فيه وضع العلاقه بين التيار الكهربائي والمغناطيس الكهربائي. هنقول ان يولد التيار الكهربائي المغناطيسيه في المغناطيس الكهربائي. يبقى اذا المغناطيس الكهربائي يولد التيار، يتولد
او المغناطيس الكهربائي يتكون نتيجه ان مرور تيار كهربائي في قضيب من الحديد، يتولد المغناطيس الايه الكهربائي، او التولد المغناطيس الكهربائي بفعل التيار الكهربائي الذي يمر في قضيب من الحديد. السؤال الخامس، اوضح العلاقه بين المحرك الكهربائي والمولد الكهربائي. طبعا كلهما كل منهما في اليه عمله عكس الاخر. المحرك يحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه، فهو يحول المحرك الكهربائي الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه زي غساله، مروحه، موتور، شفاط. اما المولد العكس، فالمولد المولد عمله عكس عمل المحرك، فالمولد يحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربائيه. طيب السؤال السادس بيقول، وضع العلاقه بين الالكترون والمغناطيسيه. طبعا ان الالكترونات المتحركه داخل سلك ملفوف حول قضيب من الحديد يولد المغناطيسي او تولد المغناطيسي، فاذا العلاقه ان حركه الالكترونات تولد المغناطيسي. السؤال السابع بيقول فيه، وضح العلاقه بين الغلاف المغناطيسي الارض والشفق القطبي. طبعا الغلاف المغناطيسي الارض بيحمي الارض من الاشعه المتاينه الاتيه من الشمس، ولكن بعض هذه الاشعه تتفاعل مع الغلاف الجوي للارض عند القطبين فيتولد اضواء حلزونيه تشتكي تسمى الشفق القطبي. فبيقول تشتت الجسيمات المشحونه القادمه من الشمس بفعل القوى المغناطيسيه او المجال المغناطيسي الارض نحو القطبين بواسطه الغلاف المغناطيسي الارض، هناك تصطدم هذه الجسيمات اللي هي طبعا تم التنافر بينها وبين المجال المغناطيسي الارض بذرات الهواء فتجعلها تبعث ضوءا يعرف باسم الشفق القطبي. السؤال الثامن بيقول في، وضح العلاقه بين المغناطيس والمنطقه المغناطيسيه. المنطقه المغناطيسيه او المناطق المغناطيسيه هي مجموعه من الذرات تكون اقطابها المغناطيسيه مرتبه في اتجاه محدد، يعني مرتبه بترتيب معين، وتوجد مثل هذه المناطق في المغناطيس وفي المواد المغناطيسيه. اذا المغناطيس بيتكون من مناطق مغناطيسيه، دي العلاقه بين المغناطيس والمنطقه المغناطيسيه. السؤال التاسع اختار من متعدد بيقول، تستخدم مرادة الحديد لتوضيح اي المجالات الاتية، المجال المغناطيسي ولا المجال الكهربائي ولا مجال جاذب الارض ولا المجال الكهرومغناطيسي. طبعا مرادة الحديد تستخدم لمعرفة او لتحديد المجال المغناطيسي. سؤال عشر بيقول، تشير ابرة البوصلة نحو الشمال المغناطيسي للارض، ليه؟ لان القطب الشمال الارض هو الاقوى؟ لا. لان القطب الشمال الارض هو الاقرب؟ لا. لان القطب الشمالي فقط يجذب البوصلة؟ لا. ده بيقولوا الايه، ابره البوصله نحو القطب الشمالي. ابره البوصله المقصود بها القطب الشمالي من ابره البوصله، فطبعا لازم تتجه نحو القطب الجنوبي. فالقطب الجنوبي للارض المغناطيس الارض مقلوب او معكوس موجود في ناحيه الشمال، يبقى ابره البوصله تتجه مع مجال الارض، يقصد مجال الارض الايه، القطب الايه الجنوبي للايه للارض. السؤال الحادي عشر بيقول فيه، عند تقريب قطبين مغناطيس شماليين احدهما الى الاخر ما الذي يحدث؟ قطبين شماليين يعني نفس لو او متشابهين، قلنا الاقطاب المتشابهه في المغناطيس تتنافر، يبقى يتنافران. السؤال الثاني عشر بيقول، كم قطبا للمغناطيس الواحد؟ نعرفين المغناطيس الواحد في قطب شمالي وفي قطب جنوبي، يبقى اذا في كم قطب؟ في قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، يبقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثه؟ يبقى اثنين. السؤال الثالث عشر بيقول فيه، ما الذي ينتج عند لف سلك يحمل تيارا كهربائيا حول قضيب من الحديد؟ طبعا هيتكون هنا الايه؟ المغناطيس الكهربائي. 14 المحول الكهربائي بين منزلك واسلاك الشبكة العامة يزيد قيمة الجهد الكهربائي. طبعا الاسلاك اللي بتاتي ليها بالكهرباء من محطات التوليد بتحمل كميه كبيره من الكهرباء، والاجهزه اللي عندي في البيت لا تستطيع تحمل هذا القدر العالي من الكهرباء، فانا اضع المحول علشان يخفض قيمه الجهد الكهربائي اللي اتي من الاسلاك الى الايه؟ الاجهزه الكهربائيه، يبقى اذا يخفض قيمه الجهد الكهربائي، هذا المحول الذي يوجد بين الاسلاك واجهزه المنزل يخفض الجهد الكهربائي. سؤال الخامس عشر بيقول فيه، في المحول المباين في الشكل الاعلام، يعني عندنا محول هاتي لي في الشكل،
تمام. لاحظ في شيء في هذا المحول، عدد لفات الملف الابتدائي اقل من عدد لفات الملف الثانوي، يبقى اذا الجهد اللي خارج من هذا المحول يكون مرتفع ولا يكون منخفض؟ يكون مرتفع، بمعنى ادق ان الجهد اللي خارج من الملف الخارج من الملف الثانوي، يعني الخارج من المحول، اكبر من الجهد اللي داخل للمحول. فبيقول لي في المحول ده، في المحول المباين في الشكل الاعلى، اي مما ياتي يصف الجهد الكهربائي الناتج مقارنه بالجهد الكهربائي الداخل، الناتج اكبر من الداخل. السؤال السادس عشر بيقول لي يحول المحرك الكهربائي، المحرك الكهربائي يحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه، يبقى الف يحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه الف. طيب السؤال السابع عشر بيقول فيه ما الذي يحمي الارض من الجسيمات المشحونه؟ قلنا اللي بيحمي الارض من الجسيمات المشحونه هو المجال المغناطيسي للايه؟ للارض. ننتقل بعد ذلك الى اسئله الاختبار المقنن في صفحه 190. بيقول احدى العبارات الاتيه تشكل ماده يصعب انتقال الشحنات الكهربائيه خلالها، يبقى الايه؟ العازل. السؤال الثاني ما خصائص التزات في سلك اذا كان اطول؟ قلنا المقاومه الكهربائيه كلما زاد طول السلك زادت المقاومه، العلاقه بين المقاومه وطول السلك علاقه طرديه، بزياده طول السلك تزداد المقاومه. السؤال الثالث طبعا عاطيني جدول وبيقول من خلال الجدول ده اجب عن السؤال الثالث والخامس. فبيقول فيه ما الاداء التي تستهلك طاقة أكثر إذا عملت مدة 15 دقيقة؟ خلي بالك الأجهزة دائما الكهربائية اللي بتستهلك طاقة أكبر اللي بتعمل على التسخين، مكواة، ميكروويف، تمام؟ هذه بتستهلك طاقة أكبر، فطبعا هنيجي نشوف فرن الميكروويف يستهلك كام؟ 900 واط، بيعمل لمدة 15 دقيقة. طيب اعطيني إيه في الخيارات؟ فرن الميكروويف، الحاسوب، التلفاز، الملون، المسجل. اللي بيستخدم طاقة أكبر من فرن الميكروويف هو مجفف الشعر، بس مش موجود عندي في الخيارات، يبقى إذا فرن الميكروويف. السؤال الرابع بيقول فيه ما قيمة التيار المار في مجفف الشعر إذا وصل بمصدر جهد مقداره 110 فولت؟ طيب هو عطيني قدرة وعطيني جهد وطالب مني تيار، وأنا عندي إن القدرة بتساوي ايه؟ القدرة بتساوي التيار ضرب الجهد، او الجهد ضرب التيار. طيب التيار بقى هيساوي ايه؟ من خلال المثلث اللي احنا قلنا عليه، يبقى التيار هيساوي القدرة مقسومة على الجهد. اعطيني القدرة، اعطيني القدرة بكام؟ ب1000، واعطيني الجهد بكام؟ 110، يبقى التيار هيساوي القدرة مقسومة على الجهد، يبقى التيار هيساوي 1000 قسمة ال 110، هيطلع معايا تقريبا 9.9%، يعني تقريبا 9 امبير، يبقى الاجابه الصحيحه 9 امبير، الاجابه ب. طبعا لسه مع الجدول في السؤال الخامس بيقول اذا كانت تكلفه استهلاك 1000 واط من الكهرباء مده ساعه واحده تساوي 5 من 10 ريال، فكم تكون تكلفه تشغيل جهاز التلفاز الملون مده 8 ساعات؟ الساعه الواحده ب 5 من 10 ريال. طيب انا عندي 8 ساعات، طب تعال نشوف التلفاز اصلا قدرته بيستهلك قد ايه في الساعه عشان اقدر احسب التلفاز بيستهلك قد ايه في الثمان ساعات. التلفاز عاتيه ليا انه بيستهلك 200 واط. طيب يبقى انا عندي كل 5 ساعات التلفاز بيستهلك 5 من 10 ريال. طيب يبقى باقي 3 ساعات علشان اكمل الثمانية، اللي هي تقريبا هتطلع معايا بكام؟ انا عندي التلفاز بيستهلك 200 واط في الساعة الواحدة، طيب انا عاوز احسب كمية القدرة الكهربائية المستهلكة في الثمان ساعات، هقول 200 ضرب 8 هيطلع 1.6 من 10، يعني تقريبا بتستهلك 1.6 من 10 ك
قدره كهربائيه في الثمان ساعات. طيب انا عندي تكلفه الساعه الواحده 5 من ايه؟ من 10. اخد طبعا 1.6 من 10 ضرب 5 من 10 هيطلع معايا 8 من 10 تمام ريال. يبقى دي التكلفه يعني تقريبا اللي هي الاجابه رقم د اللي هي 80 من 10 ريال، 80 من 100 ريال. ننتقل بعد ذلك للسؤال السادس، بيقول كيف يتغير التيار الكهربائي في دائرة كهربائية إذا تضاعف الجهد مرتين ولم تتغير المقاومة؟ احنا عارفين ان ما دامت المقاومة ثابتة يبقى اذا التيار يتغير بتغير الجهد. الجهد يتغير بمقدار كم؟ مرتين. يبقى اذا التيار يتضاعف بمقدار مرتين. الاجابة جيم. السؤال الثالث، كيف يختلف المغناطيس الكهربائي عن المغناطيس الدائم؟ ان طبعا المغناطيس الكهربائي يمكن اغلاق المغناطيس من خلال فصل التيار الكهربائي، اما المغناطيس الدائم مغناطيسته بتكون دائمة. سؤال الثامن، بيقول استخدم الشكل ادناه للاجابة عن السؤال الثامن والتاسع. في هذا الشكل اللي انت شايفه قدامك من قبل ما نشوف السؤال ده عبارة عن ايه؟ ده محرك كهربائي بيحول الطاقة الكهربائية الى طاقة حركية. السؤال الاول بيقول او السؤال رقم 8 بيقول ماذا يسمى الجهاز الموضح في الشكل؟ محرك كهربائي، لانه بيحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه. محرك كهربائي. الاجابه جيم. طيب السؤال التاسع بيقول ما افضل عباره تصف عمل هذا الجهاز؟ ما هي افضل عباره تصف عمل هذا الجهاز؟ طبعا هذا الجهاز بيحول الطاقه الكهربائيه الى طاقه حركيه، يبقى افضل عباره تصف هذا الجهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية. الإجابة ألف. ننتقل إلى السؤال العاشر في صفحة 191، بيقول السؤال العاشر، أي مما يلي يولد تيارا متردد؟ قلنا أن التيار المتردد يتولد من المولدات الكهربائية، أما المستمر يتولد من البطارية، مع العلم أن بعض المولدات الكهربائية تستطيع أنها تولد من تيارا مستمرا. سؤال الحادي عشر بيقول فيه، أي المواد الآتية تعد عازلا جيدا؟ عازل يبقى إذا هيكون غير فلز. طيب في الأولى بيقول لي نحاس وذهب، الاثنين فلز. خشب وزجاج، الخشب والزجاج هنا يعتبر الاثنين غير فلز، مع إن الزجاج شبه فلز بس طبعا بيصنع من السيليكا، بس يعتبر هو الأقرب تمام لعدم توصيل الكهرباء، لان لو شفنا رقم بقى هنلاقي ذهب والومنيوم فضه، ذهب والومنيوم فلز بيوصل الكهرباء، بلاستيك ونحاس، النحاس بيوصل الكهرباء. يبقى الاجابه الادق الاصح هي رقم جيم اللي هي الخشب والزجاج. السؤال العاشر بيقول اي العبارات الاتيه صحيح بالنسبه للمناطق المغناطيسيه لماده ممغنطه؟ قلنا المناطق المغناطيسيه تتجه كلها في اتجاه واحد، يعني منتظمه الاتجاه. سؤال رقم 13 بيقول فيه، استخدم الشكل ادناه للاجابه عن السؤال الثالث عشر والخامس عشر. تسمى المنطقه المحيطه بالارض التي تظهر فيها اثار المجال المغناطيسي للارض تسمى ايه؟ تسمى الغلاف المغناطيسي للارض. سؤال رقم 14 يعني الصفحه، بيقول في السؤال رقم 14، ما الشكل الذي يشبه المجال المغناطيسي للارض؟ مجال مغناطيس الارض كانه بالضبط هو عباره عن مجال قضيب مغناطيسي بطول الكره الارضيه. طيب السؤال رقم 15، اي طبقات الارض الاتيه يتولد فيها المجال المغناطيسي الارض؟ قلنا اللب الخارجي للارض هو الذي يوجد فيه حديد منصهر نتيجه دوران الارض وحركه هذا الحديد المنصهر يتولد المجال المغناطيسي للارض. يبقى الاجابه رقم ب. بهذا أعزائي طلاب مدارس المناهج نكون قد أنهينا معكم شرح مراجعة الفصل الحادي عشر والثاني عشر والاختبار المقنن. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم عبر القنوات الرسمية في جروبات الواتساب والتليجرام. تعليمنا مستمر بهمتكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.